فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما سبب حقد بعض الناس على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلى أتباعه وعلى دعوتهم؟ سببه السبب الذي من أجله عودي الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوه وذموه وهددوه، هو السبب الذي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه دعاهم إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من دعا بدعوة الرسول سيناله مثل ما نال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن لا بد مثل ما قلت لكم من الصبر والثبات، وأن لا يلتمس رضا الناس أبدا، يلتمس رضا الله عز وجل. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.